بعد ما تخرجت وخلصت دراسة ورجعت على جدة وعملت أول أتيليه كان في صعوبة كثيرة. أولاً تعبير المرأة عن نفسها كان صعب، الآن في فرق كبير يعني ما أعتقد. أولاً حتى قبول المجتمع لك اختلف، كان قبولهم بين أنه موافقين أو رافضين أو أنها مهنة جديدة غير مقبولة. أولاً يعجبني المرأة الجيل الجديد عندهم استقلالية في شخصيتهم، هي تقرر لنفسها، هي تختار الشيء اللي يعجبها حتى لو رفضوا أهلها ورفضت أمها، في الأخير هو قرارها. أنا أعتقد أنه في الاستقلالية الوحدة هي تعبير عن نجاح المرأة في أنها تختار اللي تبغاه أو معرفتها ثقافتها، لأن الموضة ثقافة كبيرة. كانت سنة استثنائية أنه حبيت أقدم، سميته Back to the Roots أو العودة إلى الجذور، وكنت أعنيها أن كل بداياتي كانت بدايات متواضعة، إمكانيات ضعيفة لما بدأت 90، ولكن كانت شبه انتحارية أني أدخل أسبوع الموضة. طبعا اللي دخلني أسبوع الموضة هو كان فستان ليدي ديانا، لما قدمته لها ولما نعرفه في أسبوع الموضة أني صممت ليدي ديانا كانت تأشيرة الدخول لي لأسبوع الموضة. فحبيت أني أبدأ أرجع أعمل مع الطفل كيف أعلمه اللبس من البداية، وكيف أربطه مثلا بالمنتج المحلي بس بطريقة مطورة، وأهله حيكونوا فرحانين بهذا الشيء ويدعمونه، كل الناس حيعجبهم هذا الشيء، حيكبر هذا الولد وعنده استقلالية في تفكيره. لذلك قدمت مجموعة طفل سميتها Elements Kids Elements من يحيى، وعملت لأول مرة لبس متكامل للطفل. المصمم هو متكامل يعرف كل عمله. أنا نصيحتي لهم إنه يتعلموا، كل واحد يلاقي نفسه عنده موهبة إنه يروح للقنوات التعليمية حتى يقدر يصقل موهبته. أنا أعتقد إنه مهم إن إحنا دائما نستوحي من تراثنا العربي. أتمنى النقابات تصير في العالم العربي، النقابات هي تحفظ اسم المصمم وتساعده على الوصول إلى العالمية.